اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الساندويتشات هذوما، ساندويتشات مقلوب بدون تخمير، ساندويتشات مقلوب بدون تخمير وطريين وامورهم على العقل. حاسيلو تبعوا معايا وشوفوا معايا الوصفه. اليوم باش نعملو لو كاسكوت. انتي وشكون؟ انا ماما. معايا مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملو مع بعضنا ساندويتش المقلوب، اما من غير ما نخمروه ولا نرتحوه، معناه ما نخليوهش يخمر، ساهل ماهي ما فيه شيء. هوني خذينا 450 غرام، مش لازم، معناها الفرينه اللي عندكم، تاخذوا كميه الفرينه اللي عندكم. شنو نحطوا فيها؟ نحطوا فيها صحيت، نحطوا فيها خميرة الحلويات. هاي حط لنا مال خميرة الحلويات، صبها الكل ونحطوا فيها الملح، وباش نحط شوية خميرة فورية للنكهة. شدة ما نحط لنا الخميرة، قلها اي حطها شوية، مش برشا خميرة، تنجموا تستغنيو عليها راه تنجموا ما تعملوش، انا جوست للنكهة. وباش نحطوا تقريبا 3 مغارف زيت، نخلطوهم ونحطو لهم الماء. خلطوهم هكا، صب لي انت يا مال الماء. كل شويه، اي بشوي بشوي، صب 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 صب، صاحي صاحي تاكك زيت. يسي زيد زيد يس. بسم الله ما يقوي عليك روحي. هكا بالطريقة هذه، ونقسموها كرات صغيرة. بسم الله هكا تقريبا، هكا الملاوي، كي كعبة الملاوي يلزم ينقصها قد قد. انا مال استنى نقولك وانتي قص، باهي استنيني نجيب الفارينة ونرش هوني فوقها وتحتها. هاي اما اللي انتي طوى قص لي لهنا، لا هكا بالعكس شدها منه، هاي قص هكا صحيت، هاكي طوى واحدة أخرى صوا ماما لوحدي طوى، هاي قص هكا نكوروها كرات هكايا. صافا هاي القصة دي عادتني نعملهم صغار، قصها على اثنين هذيك. ونخليهم يرتاحوا تقريبا 15 دقيقة باش نجمو نحلوهم طول ونحطو نطيبوهم اكاها، وما فيهم شيء وسهلة الحكاية نتاعهم. هذاك علاش خاطر توا كي نحلوهم توا العجينة تتحل معانا، يظهرلك هي تتحل من بعد تعاود تتكمش تتلمك، الجلوتين خادم دونك تعاود يتلم معانا. نخليهم نغطيهم بابي سلوفان ولا بمنديلة، خليهم يرتاحوا ونرجعو لهم ان شاء الله. وتوا مادام هذوكم يرتاحوا، عندي لهنا البصل في الساندويتشات، قلت باش تكون معناها انفع معناها الحكايه وكل، نولي نطيبهولهم، ما عادش نحطو ني، خاطر كي نحط ني نحط 3 سنون اكاهو، دونك باش نولي نحطو طايب، وبالكش نزيد من بعد ني خاطر مطعم الني وحدو. اول بصل قصينا نحطوه على الشيره،
هادو رشيدة شحطو بصل مع شوية زيت ونقليهم هذايا. باش نحطوه مع الزيت نقليهم. نحطو له ملح ولا ايه؟ نحطو له ملح. أمال قالت نحطو بالملح. نحطو له زيت. اي بسم الله. نحطو له بالكدي زيت هاك ونحطو نقليوه. وهو قاعد يتقلى. خليوه حتى يتكرمل. نقعد نحرك نحرك حتى يولي كراميليزي. ها هو ياخذ وقت في التكرميل. الطريقه هذه يعملوها الامريكان برشا برشا، حتى الخليجيين والمصارى يعملوها برشا، اما الامريكان يزيدوها السكر في الاخر باش تولي مكرمله مكرمله. ولهنا عندي سكالوب. خليت سكالوب وتنجموا تعملوا طن، مش لازم عليها سكالوب، اللي تحب كل واحد شنو يحب يعمل. باش نحط له نص حاجه دوما. حطيت شويه ملح، تابل، زنجبيل، كليل، زعتر، فلفل اكحل، ثوم بودر وموتارد بودر. اذا ما عندكمش الفحات هذوما اعملوا ملح وفلفل اكحل اللي تعرفوهم عاديين يعني. كيما تحبوا انتم تنجموا تعملوه كيما الشاورما، كيما تحبوا تعملوا تفوحوا. نخلطهم الكل مع بعضهم ونرشهم على الدجاج نتاعي، صدور الدجاج هذوما. هكا نقلبهم طوا ونكمل الباقي. هوني غسلت كعبة خاص للسلطة وغسلت كعبتين طماطم، نحيت لهم الزراعة نتاعهم وقصيتهم هكايا طويل. عندي خيار اللي هو الكونكومبر وعندي فلفل حلو باش نقصهم زادا هما طروف طروف كيما نحب انا. مثلا الكونكومبر ما نحبوش باش يكون كبير، نقصو هكا على أربعة مثلا يعني. وهوني حطيت سكالوب تيب. ولهنا قليت البطاطا، قصيت بطاطا هكا قليتها، البطاطا سكرية كي العادة ديما تعملي اللون. ونخلي الدجاج يتيب لي على الوجهين، شيرة الأولى وشيرة ثانية، ومن بعد نخرج نقصو كيما الشاورما. وطبعا بعد ما ارتاحو معانا الخبيزات باش نبدا بأول خبزة بديت بيها. نعملو هيدا هوني ونحلها كيما نحل المقلوب. نحطلها شويه فرينه باش تتحل فاسيلمون هكا. ونهز نحطها في المقله. وهو الخشن نتاعها، هذا الخشن نتاعها ماهيش خشينه برشا. ها هي لولو بسم الله. نقلبها باش ما تتحرقش ونقعد نقلب فيهم على جناب على اليمين وعلى اليسار باش ما يتحرقوليش ويتيبوا من الجوانب الزوز، وما نعليش في الغاز على الاخر. ونكمل نطيبهم الكل بنفس الطريقه ونرجعوا بعض ان شاء الله. وهذا الخبز نتاعنا صاي ها هو كحضر هاكم زيد يفور طري، اموره واضحه. ها هاكا البطاطا، البصل نتاعنا الكراميليزي ذقته بنين هو، اما ما يعوضش على البصل الاخضر. دونك باش نحطو هكاكا يعني نقولو ديكور. ولا سكالوب هذايا ها هاكا طاب، باش نجي نقصو هكا بالطريقه هذه. وطوا باش نبداو في المونتاج نتاع الساندويتشات نتاعنا. نحطو طوا سكالوب قبل هكا، نحطو الجبن هكا ونحطو تحت الشواية. نزيد كعبة أخرى سكالوب.
ونحطها تحت الشوايه. هما في الفور الشوايه تخدم من فوق وهما تحتها. وهنا حضرت ثلاثه الاخرانيين اللي باش نحطهم من بعد ما نهبط الاخرين. الخضره نتاعي باش نفوحها شويه ملح، لازم النعناع الشايح للسلطه والساندويتشات التونسيه نتاعنا. عصره قارص والا خل، بسم الله هكا، بسم الله هذا بركه. هذا اثنين، اغزروا كيفاش. وهذا ثلاث. هاك تحبوا سكالوب من فوق ولا من اللوط؟ طاو نحط بقية الساندويتشات، عملت ستة انا، نخليو الاخرين يتيبو ونجبدو هذوما هكا اللي نجيو نعملو لهم الهريسة هكا والمايونيز. هكا ونجي نحط عليه شوية هكا البصل هكا. نجي نحط البصل ايش الاخضر معناها الفرشك، سلايطة، الكونكومبر، الطماطم، الفلفل والبطاطا. سيلو مشخشخ تشخشيخة ما شاء الله. وهذا المقلوب متاعنا هو الساندويتش، ونكملوا الاخرين بنفس الطريقة. وهذو ما الساندويتشات متاعنا ها هما حضروا، لفيناهم باش يشدوا سخانتهم. هذا واحد في تاع بنتي حبة كاتشاب فيه، لا حبة لا مايونيز لا حتى شيء. ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. وفي حلقة اخرى وصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.